كيفكم؟ صباح الخير يا اهلا وسهلا. ان شاء الله ما نكون غلطنا واحنا بنحكي عن وظائف الغده الدرقيه ونشاطها وخمولها. لا بالعكس ما غلطتوا، حتى كنت متابع للمقدمه ما قبل الغده الدرقيه عن الالام وكيف الواحد يخلي الم ولا نفسه، فذكرت هيك بيت شعر حلو قبل ما ندخل في الغده الدرقيه، ولك لا تشكو جرحا انت صاحبه، لا يؤلم الجرح الا من به الم. لا تشكو للناس هما انت صاحبه، لا يؤلم الجرح الا من به الم. الناس ما تحس بالمك الا انت اللي تحس بهالالم. قد تتعاطف معك، هلا ليش بعض الناس اصلا تثق بالطبيب؟ ثقتك بالطبيب نصف العلاج، لانه عنده قدره لحد ما يشعر بالالم اللي انت حاسس فيه، فهون شوي المريض يرتاح انه والله الطبيب عم يحس بالم، يحس بمعاناتي. زين دكتور، احنا كيف نقدر نحس ان احنا عندنا مشكله يعني في الغده الدرقيه؟ لحظه دكتور وشاعر يعني انا بحييك. انا من اللي تشوفه احيانا في الواقع وفي مع العيادات ومع المرضى ومع خاصه احنا في عيادات التغذيه بدكتور نيوتريشن، البيئه النفسيه تكون هشه عند المريض، كلمه تاذي وكلمه ترفعه بنفس الوقت. أصلاً الثقافة الغذائية إحنا في الحمد لله في بلد يتمتع بثقافة غذائية عالية، كل الناس تعرف اللي زوده في الوزن واللي نقصه في الوزن، يبقى شو هو مثل ما خبرة صاروا كله تماماً سبورت، فكلمة شعر من هون، دعم معنوي من هون، ساعدك يعني لهالرحلة لتمشي بيها. إذا دكتور كيف نقدر نعرف إن إحنا كمصابين هو عندنا خلل في الغدة الدرقية إذا لاحظنا الأعمار إنك قاعدين نمتن أكثر أو قاعدين نضعف؟ كيف في أشياء نقدر نكتشفها قبل أن نوصل عند دكتور؟ تمام. أول شيء نعرف الغدة الدرقية، الغدة الدرقية هي واحدة من الغدد الصم الموجودة في الجسم. شو معنى غدة صماء؟ الغدة الصماء هي الهرمونات اللي تفرزها تبقى داخل الجسم. فهاي معناها غدة صماء، إنه لا تخرج مفرزاتها لخارج الجسم، مو زي الغدد العرقية أو الغدد الدهنية، هي غدد تفرز هرمونات مسؤولة عن وظائف معينة في الجسم. الغدة الدرقية تفرز هرمون معين هو اسمه هرمون التيروكسين. هذا الهرمون مسؤول عن الاستقلاب في الجسم ببساطة. عن استقلاب الميتابوليزم يعني تفاعل الحرق او البناء او الهدم او الايض او الاستقلاب الميتابوليزم بالانجليزي. فلما تصاب هذه الغده الدرقيه الثيرويد جلاند بخلل ما يؤدي الى اما نقص نشاط او فرط نشاط يؤدي الى خلل في الاستقلاب، وبالتالي اذا كان ببساطه فرط نشاط يؤدي الى زياده الاستقلاب وبالتالي يؤدي الى اعراض النحافه. اما اذا كانت قصور غده درقيه تؤدي الى قله الاستقلاب وبالتالي تؤدي الى زياده الوزن والسمنه. هاي باختصار. طيب دكتور شو هي الاعراض اللي ممكن تظهر على الشخص لحتى يعرف انه في شيء مش طبيعي، في مثلا فرط او في قصور بنشاط الغده الدرقيه؟ يمكن من اهم الاعراض اللي تصاب الغده الدرقيه المريض اللي مع خلل بالغده الدرقيه اللي هي تتعلق بتنظيم حراره الجسم. تلاقي عرقان في عز الجو البارد، هذا تشوف فرط نشاط، هاي تترافق مع تعرق، خفقان في القلب، هبات ساخنه، هذا كله فرط نشاط، مع نحافه شديده، مع شهيه زائده للاكل، هذا فرط النشاط. قصور او الوجه البدري يسمونه اللي هو فعلا اول ما تشوفينه فلش، خدود محمره بس ازود من اللي يعني مبالغ فيها. هاي كلها اعراض لفرط النشاط. اما قصور الغده الدرقيه تتجلى بماذا؟ زياده وزن لاقل الاسباب، واللي هي الاشعة صراحه، لانه هلا نتكلم عن عوامل يعني بيقول لك انا ما عم باكل بس عم بنصح. وهي الكلمه كثير بتسمعها ايام صح. ايام بيكون لها علاقه بالغده الدرقيه، ايام بيكون يمكن هي بس براسه الشغله، قد تكون هيك وقد تكون هيك، بس انت لازم اكسكلود هالسبب هذا. مريض عم تبلش معه ببرامج غذائيه منتظمه للنزول في الوزن وما عم ينزل في الوزن، هو فعلا ملتزم فيها، هون تشك بهرمون الغده الدرقيه، تبلش تعمل له تحاليل، اذا شفت هو الشكل الفعال لهرمون الغده الدرقيه شكلين، في عندك تي 3 والتي 4، الشكل الفعال في المخابر، لانه تشخيص الغده الدرقيه يجي صحيح الاعراض والعلامات سريريا، ولكن الكونفيرم يجي بماذا؟ تحاليل مخبريا تماما، الشكل الفعال هو التي 3، حتلاقيه ناقص. طبعا في غده كمان مسؤوله عن عمل الغده الدرقيه تحفزها، هي الغده النخاميه، تفرز هرمون اسمه تي اس اتش، هو هرمون منظم لهرمون الغده الدرقيه. قد يعني تكون الغده الدرقيه سليمه ولكن الهرمون المسؤول عن تنشيطها في مشكله، فنرجع لهون للغده النخاميه. وعفوا بهي الحاله اذا الهرمون المسؤول عن عمل الغده الدرقيه بيعطينا نفس الاعراض اللي هو سمنه او نحافه؟ نعم، يعطينا نفس الأعراض لكن التشخيص يأتي
مخبريا حتلاقي تي اس اتش منخفض او عالي، وبالتالي نميز انه ساعتها الخلل نخامي وليس درقي. ساعتها بنعرف انه احنا وصلنا لمرحله الخطر مثلا، انه صار لازم تروح تشوف حكيم او كيف غير انه يعني حلو. انت قلت بتعرق الواحد بصير خدوده حمر، بس في ليفلز مزبوط، ليفلز مزبوط. ايه اللي انا بقول لأ انا لازم هلا اقوم وروح اجي لعندك مثلا؟ حلو. هو ينصح بتشيك اب الدوري بعد سن، اذا اجت هاي الاعراض وشكوا مثلا الاهل او شك الادلت البالغ فيها، ينصح بكل 6 أشهر او الى سنه بتسويه هاي في فحص خاص للغده الدرقيه. الغده الدرقيه إذا طلع نيجاتيف ساعتها في مشكلة تدور عليه، إذا طلع إيجابي ساعتها بدك تبحث عن مشاكل الغدة الدرقية اللي قد تكون بناين أو رام أو غدة سليمة أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو سبب مناعي أو سبب دوائي، لأنه في بعض الأدوية تنشط الهرمون الغدة الدرقية أو تثبطها. أدوية صحية هذه لازم تكون بدكتور، ما فيك أنت تروح لوحدك تخليها. أكيد طبعاً. لا لا بعرف سوري بس دعاء، أنا بعرف صبايا بيروحوا بياخدوا منهم هول القصص كرمال يضعف، لا كرمال ينشطوا. والله هذا خطأ مبالغ فيه، مشكلة صراحة أنا أعاني منها. هي عم يصير في شو الصالونات، يعني جلسات الصبايا بين بعض، هاي المشكلة اللي عم نعاني منها، إنه يجلسوا مع بعض شو سويتي لنزلتي في الوزن، اللي يناسبها ما يناسب غيرها، أو ما يناسب إخوة في نفس البيت على فكرة يأكلوا نفس الأكل صح، بس التمثيل الغذائي والاستقلام مختلف عن شخص لآخر، فكل شخص له احتياجاته الغذائية، فلازم تكون هالثقافة الغذائية تجي باستشارة الطبيب وأخصائي التغذية مع بعض، اثنين يكملوا بعض ليصلوا لحالة سريرية سليمة للمريض. طب دكتور، هل ممكن المريض توصل في الحالة لأنه يستأصل الغدة الدرقية أو علاجها بيكون أسهل؟ يعني أنا بعرف أنه العلاج يمكن بياخد شوية وقت طويل، بس ممكن، هل ممكن أنهم يلجأوا لاستئصالها كليا؟ حسب نوع الآفة الليجين اللي يصيب الغدة الدرقية. إذا كانت آفة قد تكون في شيء يسمونه ملتي تيومر، متعدد الأورام وأخذ مساحة كبيرة من الغدة الدرقية، طبعاً هذه عاد أعراضها تظهر. نحن نشوف انتفاخ بالرقبة أحياناً. هذه توصل لأعراض متقدمة، يلاقي تورم في الرقبة، انتفاخ، رجفان في اليد، فهنا حتى تكون واضحة للمريض. هذا ساعتها صراحة لا العلاج باليود، اليود هو اليود المشع، أو الراديولوجيست أو مضادات الأدوية الغدة الدرقية ساعتها يكون غير كافي. هذا يقرره لجريد، درجة المرض أو درجة الورم الموجود أو درجة الآفة الموجودة في الغدة الدرقية، إما استئصال وبالتالي ساعتها يأخذ هرمونات مدى الحياة، إلى مدى الحياة يأخذ الهرمونات تعوض عمل الغدة الدرقية، أو إذا كانت في درجات أقل ليش ننصح في الكشف المبكر. إذا كان في كشف مبكر ساعتها ممكن علاج باليود المشع أو الإشعاع يحميك من أنك تشيل الغدة الدرقية على الآخر. أنت دكتور كيف تكون عملية التشيك أو الكشف؟ أنا أكشف عن عني أنا سريريا بالأبرة مثلا أو بالتحليل دم؟ لا، التحليل أول شيء تشخيص كشف سريري، وبعدها مخبري، وبعدها نعمل التراساوند كافي لأنك تشخص. يأخذ كم وقت تقريبا؟ قلت يعني ماكسيمو نصف ساعة كتحليل وما ياخذ من وقتك كثير يعني. بداية أعراض، بعدها تشخيص سريري، بعدها تشخيص مخبري اللي هو يأكد الحالة أو ينفيها. طيب دكتور، هلا يعني قبل ما نوصل للعملية أو قبل ما نوصل للجراحة، في بدائل علاجية مثلا مثل اليود، أو مثلا في ناس كثير بتآمن بالأعشاب ممكن؟ هل الغدة الدرقية كمان تندرج تحت العلاجات بالأعشاب أو أشياء ثانية؟ ممكن، زي ما تفضلت الغدة الدرقية حسب حالة الآفة اللي موصلة فيها. إذا ورم الأورام اللي تصيبها إما بناين سليمة أو مالينجنت خبيثة، شأنها شأن أي عضو في الجسم. فإذا كانت بناين وبحالة باكرة، ممكن بعض الأدوية المضادة للدرق مع تنظيم الغذاء ساعتها يساعد، إن في برامج أيضا تساعدنا على تنظيم عمل الغدة الدرقية للمصابين بقصور أو بالإضافة إلى الرياضة. الرياضة دائما لأنها بترفع من مستويات الأيض إذا كان الشخص بيعاني من نزول أو زيادة بالوزن. صحيح، الرياضة جدا عامل مهم وأساسي لتنشيط الاستقلاب في الجسم وكافي. فنرجع لجريد الآفة اللي تصاب بها الغدة الدرقية حسب درجتها، ممكن أيضا زي ما تفضلت الأستاذة إنه الرياضة والأدوية والبرامج الغذائية كفيلة وتحميك من أنك مثلا تشيل الغدة الدرقية على الآخر. والعملية على فكرة يعني صراحة نلجأ لها لحل أخير، مزعجة يعني بالنهاية أنك تأخذ أدوية مدى الحياة لو شلت الغدة الدرقية، إلا لو كانت مصابة بمالجنت خباثة تخشى من أنه انتشار الخباثة في الجسم كله، فنضطر
انه نشيلها. كشخص ما عندي هالمرض نعم وبدي اتوقاله اتوقع منه انه ما يصيبني، شو المفروض اعمل مثلا كاكل كشرب كنوم ستايل الوقايه؟ يعني والله سؤال جميل جدا. شوف شكرا. نمط الحياه التلوث الصاخب اللي عم نصيبه سواء انا اسمي تلوث بيئي او تلوث غذائي، شو يعني كثرة الفاست فود، المواد المحفوظة، المشروبات الغازية، هلا ما لها تأثير مباشر بس شأنها شأن أي شيء يحفز هو شو معنى الورم إن جنرال؟ الورم شو معناه؟ هو يسمونه التكاثر غير منضبط للخلايا. ليش سموه سرطان ينتشر إن جنرال؟ الخلية نفسها تصير تتكاثر بشكل عدد كبير وتكون مشوهة وغير سليمة غير وظيفية. فنقي أنفسنا زي ما تفضلنا بالغذاء الصحي، هو جدا مهم وأساسي. حتى تشوفوا صراحة هلأ إذا أحد منكم يعني عاصر أجدادنا لا يتمتع ببنية صحية جيدة مع أنه صح. ليش؟ لأنه هو الرجل عنده فيزيكال أكتيفيتي جيدة، أكله كان جيد، ما فيه التلوث الغذائي اللي إحنا العمل الرياضة كان حركية رياضة تماما. هلأ إحنا الحمد لله هون في رفاهية بالبلد، دائما أقولهم from door to the door، يعني إذا أنت رايح على المطعم تنزل من باب البيت لباب السيارة لباب المطعم بدون ما بذلت أي جهد تماما. فإجباري هذا الأكل اللي أكلته ما يعني أنه الأكل هو مصدر الطاقة. المعادلة بسيطة، إما أنك أنت يعني الأكل اللي تأكله تحرقه عن طريق الرياضة اللي تسويها، أو أنك تسوي كنترول على الأكل. إذا ما سويت لا كنترول على الأكل ولا لعبت رياضة، النتيجة حتمية راح تكون على جسمك وزيادة. والحلو بالموضوع انه يمكن السعرات الحرارية اللي مسموحة للرجال هي اكبر من المسموحة للنساء، لانه يمكن عملية الايض بالنسبة لجسم الرجل بتكون اعلى من عملية الايض عند النساء. شو هي النسبة الصحيحة للايض عند الذكور وشو هي النسبة الطبيعية للايض عند النساء؟ حلو، مع انه انا من انصار المراه ان جنرال بس وانا معك بس ضمطنا احنا بهذا الموضوع بس تمام. معدل الاستقلاب عند الرجال اعلى. ليش؟ الكتله العضليه عندهم اكبر، عداك عن تغيرات الهرمونيه المربيه الانثى اثناء البيريود ده تنعكس ايضا على جسمها، وكميه الدم اللي تفقده هذا ايضا ياثر على جسمها، فساعات الرياضه تلعب عامل اساسي. معدل الاستقلاب يختلف من شخص لاخر بطوله والعمر والكتلة العضلية ذكر أو أنثى والطول والعمر، فهو في معدل وسطي يختلف صراحة. في الأجهزة اللي تشوفونها في عيادات التغذية تعطيك ممكن رقمين، واحد يسمونه الميتابوليزم ريت اللي هو معدل أو البيزك ميتابوليزم، معدل الاستقلاب السكوني هذا وأنت نايم، لأنه أنت نايم أيضا في التفاعلات في جسمك، وأيضا معدل الاستقلاب أثناء الحركة تعطيك ساعتها رقم دقيق، لأنه هذا الرقم يختلف من شخص لآخر. طيب دكتور، هل من هاي النقطة فينا نحكي أنه النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا الموضوع؟ طبعا. وهل في مثلا أشخاص أكثر عرضة غير مثلا نساء، عمر، أطفال كمان ممكن، شو اللي بيخلي الأطفال أو أشخاص بيمارسوا عادات معينة أكثر إصابة من غيرهم؟ هذا سؤال كمان جميل. في ذروتين للإصابة، هم الأطفال والحوامل. هلأ غير معروفة ليش سبب، بس يعني في الأطفال والحوامل نعم هم الأشياء، وطبعا والحوامل وبالتالي الإناث أشياء للإصابة بأمراض متعلقة بالغدة الدرقية وسوء استقلابها. سوء التغذية أيضا، زي ما أن المواد المحفوظة غذائيا الفاست فود بصراحة مصيبة يعني حقيقية، هي تأثر بشكل مباشر يعني على الغدة الدرقية وعملها في الجسم. في بعض المواد الغذائية قد تستغربوا، وهنا تجي المعامل الغذائية في لما طبعا يتم تشخيص مريض بقصور غدة درقية، هون البرنامج يختلف لبرنامج وخلاص تم تشخيصه مخبريا. البطاطا الفرنش فرايز، البطاطا لا البطاطا لا البطاطا يعني من دون يعني البطاطا من دون هي طبعا غنية قبل ما تصير فرنش فرايز تمام، غنية بالنشويات بس نفس الوقت هي غنية في اليود، فهي مفيدة لمرضى المصابين بقصور الغدة الدرقية. نضعها في برامجهم الغذائية ينزلون في الوزن بس طبعا تكون بطاطا مش مقليه بول مسلوقه او مشويه بالفرن، دائما يعني نلقاها حتى في اي واحد عنده رجيم ولا شيء يقولون دائما كل بطاط، مع ان البطاط يمثل احنا نعرفه هو لانه بطاط غني بالنشويات بس لمريض الغده الدرقيه يساعده. هون نرجع للبرنامج الغذائي اللي يساعدك، لكل حاله تختلف عن اخر. تم تشخيص مريض قصور غده درقيه ينوضع بطاط، مريض اخر ما معه المشكله ساعتها ما تقدر تدعمه بها النشويات الكثيره فعلا. يمكن في
كل جسم بيتقبل نوع معين من الغذاء. اذا مؤخرا بنتذكر مهند حكيت لي عن فحص دي ان اي بيحدد لكل شخص تماما شو الاشياء اللي ممكن تساعده في نزول الوزن او زياده الوزن. مو كل اكل بناسب اي شخص يعني. صح. مثلا جداول الدايت اللي بتوصلنا من عند اللي هي عيادات النيوتريشن مش بالضروره تكون مناسبه للجميع. يمكن لهيك بيتعذر نزول الوزن او زيادته عند بعض الاشخاص. ويمكن دعاء كمان بهي الحالة بياخذوا بعين الاعتبار العامل الوراثي كمان قد بيأثر هذا الموضوع. ما لهيك الدي ان اي صحيح. تحليل الدي ان اي الان صراحه كثير ساعدنا. هو طريقه جديده موجوده في عيادات دكتور نيوتريشن. يتم تحليل الدي ان اي ونعرف نمط المريض هل هو انسولين ريسيستنس مقاوم للانسولين ولا لا، وبناء عليه يتم اعطاء برامج غذائيه تختلف كثير من غيره عن شخص لاخر. الرياضه بفهم منها اهم شيء نحافظ عليه يكون نحطها بالسيستم تبعنا. هي مثل ما بيقولوا اول خط دفاعي لهيك للوقايه من هيك. انا لفت انتباهي البسكليت اللي حاطينه فوق هذا فيعني هو ديكور وكمان يشجع للرياضه. اكيد فكثير رياضه ركوب الدراجات من افضل الرياضات مع السباحه صراحه. وحاولوا تنوعوا في الرياضه. الرياضه لما تنوع فيها وما تخليها لنفسك كانها فرض قاسي او لايك هافينج فان يعني دانسينج سويمينج سباحه في ميت يعني وسيله رياضيه ترفيهيه وفعلا تحسن المود ترفع الاندروفينات في الجسم. دكتور عبد الباسط كثير انبسطنا بالمعلومات اللي اعطيتنا اياها. هيك ابتداء بركي من الجمعه الجايه نبلش السيستم تبع البطاطا والرياضه. شكرا كثير. انت مو ما تحطوا بطاطا دائما يعني زي ما قلنا بس للمرضى الخاصه بقصور الغده الدرقيه. مشي الحال اخذنا النصيحه رح ناكل بطاطا. شكرا كثير لك. نوقف مع الاعلان ونرجع. شكرا.